يوم احتفالي بالقراءة، كيف نجعل من القراءة سلوكا يوميا. هذا في حد ذاته هو يعني له دلالات متعلقة أساسا بترسيخ ثقافة القراءة، ترسيخ فعل القراءة في لدى الطفل، لدى الشباب، وكذلك لدى كل فئات الأجيال. نعتقد أننا في وزارة الثقافة والاتصال لدينا مقاربة تتعلق أساسا بدعم الكتاب والنشر، وكذلك فيما يتعلق بالقراءة، وهذا يندرج ضمن طبعا القراءة تندرج بالدرجة الأولى أنها من الرافعات الأساسية للتنمية الثقافية، والتنمية الثقافية هي مرتبطة في حد ذاتها بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية. والقراءة تلعب أساسا دورا مهم خصوصا فيما يتعلق بالتنشئة الاجتماعية، وهو ما نريده خصوصا وارتباطها بالقيم وبالمواطنة. ولا بد أن تخصص كذلك مكافآت مالية، وألا يقتصر الأمر فقط بجوائز ديال الكتاب، وهذا كذلك تحفيز مالي لما نطمح إليه، خصوصا وأنه لا بد أن تكون هناك حوافز معنوية بدرجة الأولى وكذلك حتى مالية، وهذا يعني يندرج ضمن طبعا الدعم العمومي التي توجه وزارة الثقافة للمجالات مختلفة، جل المجالات المرتبطة بالثقافة، باعتبار أننا دائما نقول بأن الثقافة لا بد أن تكون رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. حضورنا اليوم هو تتويج للفائزين في المسابقة الوطنية للقراءة ومسابقة أخرى، مسابقة في الشجون، مسابقة القراء في الشجون، والأندية التي فازت أيضا من حيث إعدادها وتنظيمها وتحفيزها وتحسيسها إلى غير ذلك. هذه الدورة وهي الدورة الرابعة لشبكة القراءة فيما يتعلق بالجائزة الوطنية تأتي كتتويج لعمل مستمر ويومي ودائم مع شرائح من القراء من الأطفال والشباب واليافعين، والتتويج يتم في هذه المناسبة لأحسن القراء. وهذا حفل تقيمه شبكة القراءة في المغرب بمناسبة تتويج مجموعة من المواطنين الفائزين والشباب المشاركين في برنامج مسابقة في القراءة في نسختها الرابعة. ما يميز هذه السنة هو مشاركة نزلاء المؤسسات السجنية من خلال 338 مشاركة، وكانت مبادرة من المندوبية العامة ولقيت استجابة فورية وتلقائية من طرف شبكة القراءة. كما سمعت في التقرير يعني للجنة شبكة القراءة الجنائية كانت مشاركة متميزة، بحيث فازوا 4 سجناء، 2 أحداث و2 كبار، بالإضافة إلى 10 رسائل تنويه لمشاركات سجناء آخرين تميزوا خلال هذه المسابقة. هو أن السنة فعلا جائزة القراءة الوطنية عرفت واحد الإقبال جميل جدا، بحيث وصلنا بواحد عدد كبير من المشاركين، واللي كيميز هذه الدورة أيضا هو المشاركة ديال المؤسسات السجنية والإصلاحيات. ومعنا اليوم 4 نزلاء جاوا من وجدة ومن تونات ومن مدن بعيدة لكي يأخذوا جائزتهم، لأنهم قراء متميزين ولو أنهم في السجن ولكنهم يقرؤون بانصدام. إذن هذا اللي ميز هاد القراء. كيفاش اختاريناهم؟ فاختاريناهم على حسب الكتب ديال اللي قراو، على حسب العدد ديالها، التنوع ديالها، واش فيها الفكر، فيها الأدب، فيها واحد النوع من التنوع. وأيضا اختاريناهم لأنهم تتحاوروا بشكل جيد، يدافعون عن القراءة ويتحدثون عن القراءة بشكل شغوف جدا، بحيث أنه إحنا لجنة التحكيم أو لجنة تنظيمية دائما نستمتع بالاستماع إلى هؤلاء القراء، لأنهم فعلا أحسن مدافعين عن القراءة. أنا جد سعيد جدا بالفوز ابن ديالي بالجائزة الوطنية للقراءة للفئة ديال الابتدائي، وبهذه المناسبة هذه كنهنيها بهذه الجائزة هذه وبجميع الفائزين والمتفوقين الذين تم التتويج ديالهم في هذه الصبيحة هذه. كما بهذه المناسبة هذه أود أن أشكر الشبكة الوطنية للقراءة على هذه المبادرة النوعية التي تساهم في إشاعة الثقافة ديال القراءة والإبداع بشكل عام. إحساس ديالي لا يوصف، لأني أشعر بسعادة لا حدود لها. أنا أطمح أن أصبح عالمة في المستقبل. ما كنتش كنتظر هذا الفوز، ومنين علموا على الفوز ديالي كنت فرحانة بزاف. أود أن أوجه رسالة لزميلاتي وزملائي، أود أن أقول لهم يجب عليهم التمسك بالقراءة، لأن القراءة هي نبراس الحياة، كما أنها تنقلنا إلى عوالم متعددة فتطلعنا على العالم بأسره. أنا فرحانة بزاف، عجبني الحال حيت ربحت، وإن شاء الله نكملها.
قرات 42 كتاب تيهتموا بالمجال ديال لي بولار ولي رومون دافونتور.